في هذا الموقف الخاشع أمام الأستاذة المبدعة الفنانة زهيرة سالم التي رحلت لكنها تركت بصمة في المدونة الفنية التونسية من خلال غنائها لأكثر من 500 أغنية، حيث صدر أول إنتاجها سنة 60، وواصلت رحلتها الفنية إلى حدود سنتين مضت قبل أن يداهمها المرض، وهي تعد من أبرز أيقونات الأغنية التونسية إلى جانب الراحلات نعمة وعليا وغيرهن من الفنانات التونسيات. الراحلة طالما عرف هذا المكان الذي نضع فيه نجمانها صولاتها، حيث ملأت الإذاعة التونسية حركة وفرحة وحبورا، وكانت من المتعاونين الأوفياء مع الإذاعة التونسية، خاصة بان قيادة فرقتها من قبل الموسيقار الراحل عبد العزيز بن عجية. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نودع اليوم واحدة من القامات الفنية التونسية التي طالما أسعدت التونسيين ونشرت بينهم الفرح في كل المناسبات الخاصة منها والعامة، ونعاهدها أن تحافظ الإذاعة التونسية على رصيدها الفني وتنشره للأجيال القادمة، راجين من الله العلي القدير أن يتقبلها بوسع رحمته ومغفرته. إن لله وإنا إليه راجعون. وعلى آله حق قلبي ومبتلاه بعقلي سبحانه.